بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم. إن شاء الله النهاردة هنكمل تمرين جديد على القطاعات. كنا شرحنا قبل كده القطاعات، وهتلاقوا الشرح بتاعها في البلاي ليست، وكذلك التمرين ده كنا شرحنا استنتاج المسقط التالت بتاع، وهتلاقوه برضه في البلاي ليست اللي تحت الفيديو، أتمنى تشوفوه. نيجي بقى للتمرين بتاعنا ده. إحنا عايزين نعمل قطاع في إيه؟ زي ما إحنا متعودين هنعمل قطاع في كل الأشكال، في المسقط الرأسي وفي المسقط الأفقي وفي المسقط الجانبي. احنا بنعمل طبعا قطاع كامل، والنص القطاع ده بيبقى زي القطاع الكامل، لكن بتعتبر النص القطاع التاني كانه مسقط. نيجي نبص، انا عايز اعمل قطاع في الافق. طب هعمل قطاع في الافق فين؟ عند محور الدايره دي. فلو انا تخيلت ان انا جيت قطعت في محور الدايره دي كده، هبص من فوق هشوف ايه؟ هشوف الحته دي واشوف الحته دي، والتوب بتاعي هيبقى اول حاجه اظهر التوب بتاعي اهو. طيب اللي هو مخفي هنا ده اظهره وهشر حوالي اللون الاحمر بتاعي بزاويه 45 زي ما شرحنا قبل كده، وكذلك في الحته الثانيه بتاعه التوب. ده بالنسبه للمسقط الافقي. طب واحد قال لي طب لو انا عايز اعمل قطاع في الجانبي، طب القطاع في الجانبي هقطع فين؟ في نفس الشكل المتماثل نقطع في النص على طول. خلاص، لو هقطع في النص هنا ايه اللي اتقطع عندي؟ الجزء اللي قدام ده اترمى، يعني الحته اللي هنا دي اللي احنا شرحناها قبل كده دي خلاص هتترمى، يبقى خلاص شيلها وارمي. بعد كده لما قطعت هنا ايه اللي باين؟ ده الدايره دي بانت، يبقى اجري ظهر اهي، امسح دي كده وظهر، وكذلك اهي. بعد كده ايه اللي اتقطع؟ لما انا جيت هنا ومشيت بالسكينه بتاعتي هنا، فكل الجسم ده اتقطع، لكن الحته دي فاضيه اللي هي بتاعت التوب، فبالتالي كل الجسم هيتهشر عدا الحته اللي فاتت التوب اهو. طبعا احنا عاملين خطوط تقشير واسعه، بس انت طبعا هتبقى ماشي ب 3 مللي وتمشي مظبوط. يبقى ده بالنسبه للشكل اللي قدام. طب تعال عايز اعمل قطاع في الراس، تمام؟ يبقى هقطع هنا الحته دي. طب تعال بص، الحته دي لما قطعت فيها كان هنا فراغ لحد هنا، فبالتالي قصاد الخط ده هيظهر اهو. الخط ده بالنسبه لي هيظهر اهو الحته دي، وكذلك الخط ده هيظهر. مين بقى اللي اتقطع؟ هتبص هتلاقي الجسم ذات نفسه والاسطوانه، تمام؟ والجسم ذات نفسه من هنا، وطبعا الجسم اللي تحت الاسطوانه اتقطع، فبالتالي كل الكلام اللي هنا ده هيتهشر اهو. هشر خلاص، يبقى انا كده جبت القطاع الرأسي. واحد يقول طب انت ما هشرتش دي ليه؟ وعندي لازم تكمل الاخر. محشرت دي زي ما قلت لك، انت لما جيت قطعت هنا ومشيت بالسكينه خلاص الجزء اللي هنا ده فراغ، ما مشيتش فيه، ما قطعتش فيه حاجه، فبالتالي هيبان لي الفتحه بتاعته واكمل تقشير في بقيه الجسم. بكده يكون انتهى الدرس بتاعنا النهارده في القطاعات. هننتقل دلوقتي لبرنامج السوليد وركس، وبرضه نوضح عليه شكل القطاعات دي بحيث ان الصوره توضح بشكل افضل. خلاص دلوقتي احنا على واجهه برنامج السوليد وركس، هنبدا نعمل القطاعات بتاعتنا. نبدأ بالقطاعات. أنا عايز أعمل إيه قطاع مثلا، وليكن هبدأ بالقطاع الجانبي أهو. فعملت القطاع الجانبي، تعالى بقى ما نبص عليه. أبص عليه من هنا زي ما شفنا، أدا الجسم اللي تحت وأدا الجزء اللي فوق بتاع الأسطوانة، والأسطوانة التوب اللي هنا مش باين، مش مقطوع، لأن أنا كده قطعت فيه، فبالتالي مش هيبان في أي تهشير من هنا. بعد كده تعالى أما نعمل قطاع في الرأس. القطاع في الرأس، ولكن هعمل قطاع في النص اهو. تعالى ابص عليه. لما عملت قطاع في النص الجزء اللي على اليمين ده ما اتقطعش وما اتهشرش اهوت. التهشير طبعا هو عندي هنا معمول باللون الازرق، والقطاع واللي هنا برضو ما اتهشرش، واللي اتقطع الجسم كله زي ما شرحنا على السبورة. ده بالنسبة للقطاع الرأسي. طب انا عايز اعمل قطاع افقي، هعمل قطاع افقي فين؟ هعمل قطاع افقي عند المركز الاسطوان اهو. تعالى كده اما نبص عليه، فبالتالي الاسطوانه بس هي اللي متهشره والباقي الجسم ما فيهوش اي تهشير. بكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا. نتمنى ان الفيديو يعجب حضراتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير له، سبسكرايب للشانل بتاعتنا على اليوتيوب، ولايك للصفحه بتاعتنا على الفيسبوك. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.